حياكم الله مشاهدينا بفقرتنا لليوم في بيتنا مريض. تشكل نسبة الماء في جسم الإنسان حوالي 70% من تركيبه، ولضمان القيام بجميع الأنشطة اليومية بحيوية وكفاءة عالية خصوصا في فصل الصيف، لابد من الاهتمام بشرب كميات وافرة من الماء بشكل يومي. خلونا نتعرف تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، وما هي الأضرار الناجمة عن قلة شرب الماء مع أخصائية التغذية عفراء سعيد المجغوني بمستشفى الجامعة بالشارقة. من أسباب نقص السوائل في الجسم نسيان الفرد خلال اليوم لشرب الماء، لذلك أنصح بوضع تنبيه في الهاتف للتذكير بشرب الماء. من ناحية أخرى عدم تقبل بعض الأفراد لطعم الماء، لذلك أنصح بوضع شرائح من الفواكه أو الخضروات لتحسين التقبل لطعم الماء. من ناحية أخرى الجلوس في أماكن باردة فترات طويلة يقلل من الإحساس بالعطش. من أعراض قلة شرب المياه الشعور بالصداع أو الدوار، عدم القدرة على التركيز، شعور بالضعف بشكل عام للجسم، تقليل معدات التبول وتغير لونه، وجفاف العام للفم. المضاعفات الناتجة عن قلة شرب الماء الإصابة بكل من الكلى والمثانة بعض المشاكل، ذلك نتيجة لتراكم البول والبكتيريا وذلك تسبب التهابات. من ناحية أخرى قلة شرب الماء قد يسبب في تكوين حصوات في الكلى، وأيضا مواجهة بعض المشاكل في المعدة منها عسر الهضم والإمساك. إذا فقد الشخص توازنه أو شعور بالدوار يفضل تزويده بالسوائل لتعويض ما فقده، والسوائل هي الماء أو العصائر، ولكن إذا تطور الحالة وإذا فقد الوعي يفضل نقله إلى المستشفى. يجب أخذ كميات كافية من الماء حتى لا تتعرض إلى حدوث اضطرابات ومشاكل في الجهاز الهضمي، ولتفادي أيضاً المخاطر الفجائية التي تم ذكرها مسبقاً. إلى هنا وصلنا لختام فقرتنا، خلونا نرجع لزملائي في الاستديو.